بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، هيا بنا لنستمع مع كلمة الوعظ والارشاد لفضيلة العارف بالله مولانا الشيخ محمد عبد المقصود حرز الله امام مسجد الاولياء. انا القب حضرته بامام الاولياء، امام وخطيب مساجد اولياء الله الصالحين، امام مسجد سيدي الحسين رضي الله عنه وارضاه، فليتفضل مشكورا ليمتعنا بهذه الكلمة الطيبة من فضيلة العارف بالله مولانا الشيخ محمد عبد المقصود حرز الله، وفقه الله وزاده من علمه، يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال الله وكماله، ويتفق مع مزيد نعمه وآلائه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي والرسول الولي والمصطفى النجي والحبيب التقي سيد الثقلين وإمام القبلتين وجد الحسن والحسين ومن كان عند ربه قاب قوسين وحبيب رب المشرقين والمغربين. وبعد، هكذا يكون اللقاء، وهكذا يكون الحب. حب النبي محمد وآله، من تعلق به نجا في الدنيا والآخرة. قالوا التقويم الهجري يبدأ بشهر ايه؟ محرم، مش كده؟ والتقويم الميلادي يبدأ بشهر ايه؟ يناير. وتقويم العاشقين والمحبين في ربيع الأول. تقويم العاشقين والمحبين في ربيع الأول، هكذا يكون حبهم. والنبي قال: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا آل بيتي لحبي. سيدنا النبي، وشوف اليوم النهارده يوم جميل، وآل عبد الله المحبين لسيدنا النبي، أقول لهم: من أحب تعلق، ومن تعلق وصل، ومن وصل اتصل. من وصل اتصل. يكون في ميلاد وتقويم المحبين شيخ الأولياء وولي القراء سيدنا الدكتور أسامة،
يقرأ القرآن من قلبه، ولكم اجتهدت أن أسمعه في الأولى وتوسلت إلى الله أن أسمع منه، فلعل الله استجاب لي أن أسمعه في الآخرة، يعني في لقائه الأخير. والمحب لسيدنا النبي سيدنا الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، هذا الرجل يكفيه فخراً أن المحبين يصلون على النبي خلف أدائه، يكفيه هذا وهو محسوب، وكلنا محسوبين مش كده ولا ايه؟ والمحسوب ايه يا عم الشيخ أشرف؟ والمحسوب منسوب ولو كان به عيوب. نقول تاني، يؤتى يوم القيامة، تعال يا عم الحاج مجدي، تعال يا ابن سيدنا، تعال ده متيم بآل البيت، متيم وحينظروا له وحيوقعوا له، وإذا وقعوا له قبل في دولة الأدب والأخلاق. من أنتم؟ يقولوا له إحنا آل البيت. طب وإنتوا جايين معانا ليه؟ تيجوا معانا ليه؟ إنتوا لكم مكان وإحنا لنا مكان. يا رب، من هؤلاء الكثر الذين حشرتهم معنا مع آل بيت النبي؟ فيقول الله: حسبوا عليكم فنسبتهم إليكم. فميلاد الحبيب سيدنا النبي يتكلم عنه، يقول ايه سيدنا رسول الله؟ ما زلت اذكره. الصحابه كلهم انتبهوا، النبي يقصد ايه؟ ما زلت اذكره على جمل له اورق. سياده اللواء محمد بيه علي شحات بيركن السيارة وجاي، علشان ده جلسة سيدنا النبي. بعيدوا بقى عن ايه؟ عن اي امر تاني، كلنا هنا علشان مين؟ علشان سيدنا النبي. تعالى يا معالي الوزير، تعالى يا فندي هنا، تعالى يا فندي، معلش ده سيدنا النبي، كل كده لسيدنا النبي. فسيدنا ابو بكر عرف، قال: أنا يا رسول الله أعلمه. طبعا الرسول أبهم السؤال، قال: ما زلت أذكره وبس. أما سيدنا أبو بكر عرف مراد مين؟ سيدنا النبي. ما خد بالك، والله يا أخوانا عم الدكتور أسامة، سيدنا أبو بكر بيقول: اشتد بي الجوع يوما، كنت جعان قوي وعايز آكل، فدخلت على النبي وكان النبي يأكل طعامه، فنظرت إلى النبي فأحسست الشبع في بطني من غير ما يأكل. سيدنا قال بس كده، ببص لسيدنا النبي لقيت بطني مليان. فقال: أنا أعرفه يا رسول الله، إنه ابن ساعدة الإيادي على جمل له أورق بسوق عقاب، حيث قال: أيها الناس اسمعوا وعوا، وإذا سمعتم فانتفعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، مطر ونبات، أرزاق وأقوات، آباء وأمهات، ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون، أردوا بالمقام فقاموا، أم تركوا هناك فناموا، إن لله دينا أرسل له رسولا، طوبى لمن آمن به فهداه، وويل لمن خالفه فعصاه. أيها العباد، أين ثمود وعاد؟ أين المريض والعواد؟ أين الآباء والأجداد؟
أين الفراعنة الشداد؟ أين من طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى؟ طحنهم الثرى بكلكله، يعني التراب، ومزقهم بتطاوله، فتلك بيوتهم خاوية، عمرتها الذئاب العاوية. كلا بل هو الله الواحد المعبود، ليس بوالد ولا مولود. ده اللي كان ابن ساعدة الإيادي، سيادة العمدة، سيد بيه، تعالى يا ابن سيدنا النبي، انت بتحب آل البيت. خلاص عشان هنخلص خلاص. فعايز اقول لكم انتم محبون، والحب ده درجته كبيرة. اختم لكم بقى بسيدنا ابو بكر ولا بسيدنا الحسين؟ هقول لك. اه برافو عليك، ما انا قصدت السؤال، السؤال فيه كده سر يعني. هقول حاضر. سيدنا ابو بكر كان على المنبر مره، فشاف سيدنا الحسين واقف، فقال اين الحسن بن علي؟ راح جاي سيدنا الحسن. اين الحسين بن علي؟ راح جاي سيدنا الحسين. فقال للناس جميعا من اراد ان ينظر الى وجه النبي فلينظر إلى الحسن بن علي، ومن أراد أن ينظر إلى كل النبي فلينظر إلى الحسين بن علي. وسيدنا أبو بكر قال كده: اركبوا آل محمد في ابني علي، في الحسن والحسين. والحديث صحيح. يقوم يقول سيدنا أبو بكر: أما وإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس فدخل ابناه، يعني سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، فأجلس الحسن على فخذه الأيمن وأجلس الحسين على فخذه الأيسر، ودخلت ستنا فاطمة الزهراء وقالت: يا أبتاه، ما هذا الجمال؟ قال: يا فاطمة، إنهما سيدا شباب أهل الجنة. وإيه كمان؟ وراح جاي سيدنا الدكتور أسامة باصص لسيدنا الحسن وقال له: مرحبا يا حسن. راح باصص لسيدنا الحسين وما قالش حاجة، عشان ده حبيب القلب والعين. راح رجع تاني: مرحبا يا حسن. وسيدنا الحسين بص تاني ما قالش. تالت مرة: مرحبا يا حسن. ولم يقل للإمام الحسين، فقالت فاطمة: يا أبتاه، لماذا قلت للحسن ثلاثا مرحبا ولم تقل للحسين مرحبا؟ قال: يا فاطمة، نظرت إلى الحسين فوجدت جبريل عند رأسه يقول: مرحبا 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 يا حسين. شوف مين دول، ولاد مين؟ سيدنا النبي وسيدنا رسول الله والعاشقين والمحبين، سيدنا الشيخ ناصر صلاح أخونا المذيع المغوار القوي في عباراته، المتقن لألفاظه، المحب في دوحة آل بيت رسول الله. ولكم أنتم أيضا أقول: تمنوا على الله في هذه الليلة. كل اللي عايز يسأل ربنا بجاه سيدنا النبي ربنا هيعطيه ويغنيه ويعليه ويرقيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأيام أيام خير وبركة. اللهم اجعلنا في هذه الأيام أيام فرح وسرور بسيدنا النبي المعطار صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا ربنا كما نظرت إلى حبيبك أن تنظر إلى أهل مصر بعين الرضا، فقلبهم متيمون بالنبي المجتبى وبسيدنا الحسين وسيدنا الحسن
وستنا زينب والسيدة نفيسة وآل بيت النبي في قلوبنا وفي جوارحنا وفي دمائنا، فاللهم بحبنا لهم احفظ مصر وجيشها، احفظ مصر وجيشها، واحفظ مصر وأمنها. اللهم اجعل جيش مصر يدا قوية على الطغاة والمعتدين، وحقق الثبات بشرطتها يا رب العالمين، واجعلنا في نور تام يا أكرم الأكرمين. اللهم احشرنا مع الإمام الحسين بن علي، ومع كل آل بيت النبي، ومع كل صالح وولي، ومع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم رب الحل والحرام، ورب البلد الحرام، ورب المشعر الحرام، ورب الركن والمقام، بلغ من شعب مصر إلى نبيك السلام. اللهم بلغ نبيك منا السلام، اللهم بلغ نبيك منا السلام. آمين آمين. آواكم الله، نصركم الله، حفظكم الله، كل عام أنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شاكرا فضيلة مولانا العارف بالله مولانا الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود حرز الله، إمام وخطيب مسجد مولانا سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة